مرحبا، أنا أحمد الأحدب، معروف باسم دكتور أنتف. أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من دروس الجيتار تبعونا. اليوم بدنا نتعلم نعمل أول طريقة بضرب الكوردات، يلي هي أهين طريقة لضرب الكوردات. خليني أرجيكم شو بدنا نتعلم نعمل اليوم. فإذا هيدا اللي بدنا نتعلم نعمله اليوم، خلينا نبلش دغري. أول شيء لازم نعرفه أنه بشكل عام الكوردات هن ضربات نزول وطلوع، نزلة وطلعة. النزلة دايما بتكون بهول الصابع، بهول الإصبعين الاثنين، يعني لما بدي أنزل أنا لح أنزل دايما بهدول. ليش؟ لأنه أنا بهمني أني أضرب الأوتار من ضفيري، فبهمني أنزل وصيب من هول الإصبعين. فإذا النزلة بتكون شيعة هالنسق، هلأ منشوفة عن قريب. والطلعة بتكون بهيدا الأسبوع، لأنه هن الضفير بعكس بعضهم، بتحسوا أنه هون الضفير من هالميلة وهون الضفر من هالميلة، فهن بعكس بعضهم. فالنزلة بتكون بهدول الاثنين، الطلعة بتكون بالإبهام، فبتكون هيك. فأنا بنزل وبطلع هيك. خلينا نشوفها عن قريب. خلينا هلأ نشوف كلوز أب كيف بضرب الأوتار نزول، كيف بضربهم طلوع. نزول بهالطريقة، طلوع، طيب. شغلة تانية كتير مهمة اللي هي حركة الإيد. نحن فعليا لما بدنا نضرب الكورد نزول، نحن منحرك بالمفصل من هون، منا حركة صابيع واحدة من هون. يعني أنا مش لح أضرب هيك، هيك بكون عم حرك صابيعي، ما بكون عم حرك مفصلي، هيك غلط. هيك أساسا ما بقدر أضرب وما بقدر قوي. أنا بالعكس بدي رخي إيدي وحرك مفصلي كلياته. يعني مثل إذا بدي أتخيل، تعال نتخيل أنه هون في عندي أنا على أجري في شوية وسخ، وكأنه بدي نظفهم. لما بدي نظفهم أنا مش حأعمل بصابيعي هيك، هيك مش حنظف شيء، حركة صابيع لوحدة. أنا بدي أعمل حركة إيد كلها، يعني عم بطعج المفصل لجوا وعم بنزل وأضرب وضلني طالع. فإذا بطعج المفصل وبطلع، لما بعملها بهالطريقة بصير في عندي قوة، بصير فيني اخبط. فإذا هي حركة مفصل لجوا، بنزل بضرب بهالاصبعين اللي اتفقنا فيهم وبطلع. سو مفصل، بنزل، بطلع. إذا هي ذاتها بعملها على الكورد، فإذا ما أنا صبيع مش هعمل هيك، هيك غلط. بدي كل مفصلي. طيب هلأ بعد ما فهمنا البيسكس تبعون حركة الإيد اللي هي دائما حركة مفصل، خلينا نبلش نركب الكورد ستيب ورا ستيب. منلاحظ أول شيء أنه الكورد هو هيك. فإذا في عندي أول شيء نزلة، بعدين في كتمة. فإذا خلينا نتعلم كيف بنعمل الكتمات، لأنه هو دغري نزلة كتمة. طيب كيف بنعمل الكتمة؟ الكتمة هي عبارة عن ضربة من بطن الإيد للمنطقة اللي هون على الأوتار، يعني بتصير هيك. اللي لازم نفهمه أنه حتى أقدر أكتم لازم وقف إيدي بشكل perpendicular على الجيتار بشكل مستقيم،
ونزلها من بعدين تبرم برم يعني هيك. أهم شيء نفهمه أنه مش نعلي إيدنا هيك وننزلها هيك، هيك ما فيها نكتم، هيك غلط. حتى نكتم دايما لازم نبرم وننزل، فإذا هي حركة برم ونزلة، يعني بتصير هيك. أول شيء رح أضرب الكورد، ببرم إيدي، بكتم. إذا عملتها شوي على السريع فإذا بنزل ببرم بكتم، بنزل ببرم بكتم. ملاحظة تانية، لما عم بكتم مثل ما قلنا نحن عم نكتم بس بهالمنطقة، يمكن صاروا الأوتار شوي معلمين على إيدي. أنا فيني أكتم هيك وفيني أكتم هيك، شو عم حاول أقول؟ شو الفرق؟ الفرق لما عم بكتم إصبعي الإبهام وين عم يكون موجود. أنا ما بيناسبني يكون إصبعي الإبهام بين الأوتار هون، أنا بهمني لما أكتم يطلع إصبعي الإبهام تحت الأوتار هون، لأنه بعد شوي لما بدي أرجع أطلع حاستخدمه تأرجع أضرب الأوتار. فأنا إذا كنت كتمت هيك ما فيني استعمله بشي، بس إذا كتمت هيك بصير فيني أرجع استعمله. فإذا حأكتم دايما هو شوي طالع لبرا. وصوت الكتمة ما بيطلع حلو وما بيطلع قوي إلا إذا برمت إيدي ونزلت. طيب ننتقل هلأ للمرحلة الثالثة بتكوين هذا الكورد، هني نزلة كتمة طلعة، والطلعة بدها تصير بإصبع الإبهام، مشان هيك أنا لما كتمت حطيته تحت الأوتار وببرم إيدي شوي وبطلع. إذا بعمل شوي على السريع إذا بعمل أسرع اوكي. هلا الخطوة الرابعة بهذا الكورد، أول خطوة هي النزلة كتمة طلعة، بيرجع في طلعة تانية وراها، يعني بتصير هيك. طيب الخطوة الخامسة هي بعد تاني طلعة برجع بكتم، فبتصير هيك. وآخر خطوة بهذا الكورد هي طلعة، يعني بتصير. هيدي آخر شيء طلعة. طيب ليش هسه ما عم نحسه
كأنه الكور اللي لعبته بالمقدمة، لأنه أنا لما عم بعمل المجموعة كلها يتا عم وقف، فما لازم وقف، لازم أعملهم ورا بعضهم. يعني هي الفكرة، لما بخلص أول مجموعة وبكون طلعت دغري برجع بنزل وببلش مجموعة تانية، يعني بتصير هيك دغري نزلت. طيب هلأ بعد ما تعلمنا هذا الكورد باترن، خلينا نعمل منه لحن، ولح أعزف الكوردز اللي مبينين قدامكم على الشاشة. اوكي، بتمنى يكون عجبكم هذا الدرس، بشوفكم بدرس تاني.